السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم بمشروع جديد لعمارتين متوأمة ترجمال بعلو 30 طابق على مستوى شارع طرابلس بحسين داي. وهذا المشروع يقع في المكان كان مسمى الميليتري أو الصوامع نتاع الحبوب اللي كانت تابعة سونباك واللي تقع على شارع طرابلس واللي تم تهديمها هذه مدة عامين الآن. إذا في هذه الأرضية واللي قريبة المحطة نتاع القطار نتاع حسين داي تقرر إنشاء يعني زوج عمارات متوأمة متصلة فيما بينها. شفنا هنا يعني لورانجي تاع المشروع هذا التصميم تاعه. إذن فيه نية لإنشاء سكاي لاين عمارات شاهقة في بعض الأماكن اللي بقات على خليج مدينة الجزائر العاصمة. وهذه بداية من منطقة حسين داي. إن شاء الله تكون فيه تصور إيجابي وتصور عبقري وتصور يعني بيرسينون يكون فيه أهمية بالنسبة للمدينة الجزائر العاصمة. نترككم تتابعون فيديو في الموضوع والسلام عليكم. العاصمة على مر العصور بواجهة بحرية تمتد لعشرات الكيلومترات مطلة على البحر المتوسط وبطابع عمراني جميل رفع الرهان لتحسينه أكثر، والبداية من بلدية حسين داي. جميع مخططات شغل أراضي التي تعد 149 قد انطلق فيها فعليا، ولم يبقى أي مخطط لم ينطلق فيه. مشروع سنقوم بإنجازه بكفاءة جزائرية 100% ومواد صنع محلية. بداية تجسيد لقد قمنا بالانطلاق في عملية دراسة الأرضية، العملية قائمة حاليا، وهذا من أجل الانطلاق في إنجاز المشروع في أقرب الآجال، يعني في بداية الثلاثي الأول من سنة 2024 سننطلق في عملية الإنجاز. ضمن الرؤية الجديدة لتحديث العاصمة وعصرنتها تكون الانطلاقة من هذا المجمع السكني والذي يمتد على ارتفاع 30 طابقا مجهز بكل المرافق. نهدف لتشييد مشاريع عملاقة بارتفاعات شاهقة بهدف عصرنة الواجهة البحرية للجزائر العاصمة، وهذا للانتقال إلى نمط عصري حديث بتكنولوجيات حديثة. يتم التدخل بضمان صلابة المشروع وكذا التجهيزات التي لا تتجزأ الهيكل الأساسي. المخبر الوطني الآن هو بصدد دراسة الأرضية، دراسة جد تقنية للأرضية الخاصة بمشروع إنجاز عمارتين ذات 30 طابق. جندنا كل وسائل، عندنا ليسي بريسيون ميتريك، عندنا سونداج كاروتي، عندنا ليسي بي ديال، عندنا لاجيوفيزيك، يعني حنديروا كامل التحاليل هادو، يكونوا تحاليل يعني عميقة حتى 100 متر يعني فراج يعني تحت الأرض. مشاريع حيوية واعدة ستجعل من الجزائر العاصمة في مصف كبريات العواصم المتوسطية والعالمية.